يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل العيد هو وأصحابه؟ كانوا يستقبلون العيد بالتكبير، إذا رأوا الهلال ليلة العيد يكبرون الله عز وجل، عملا بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يستقبلون العيد بالتكبير ويصلون صلاة العيد، ويخرجون كلهم يخرجون لصلاة العيد، حتى الحيض من النساء يخرجن ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، ويخرج العواتق من الخدور، فيخرجون جميعا لصلاة العيد، لأنها شعار عظيم، شعار من شعائر الإسلام، ينبغي للمسلم أن يحضرها وأن يحرص على حضورها ولا يتكاسل عنها وينام عنها. نعم.